السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصف العالم المجاهد عبد الله بن المبارك في قصيدته المشهورة، وصف عبادة صاحبه الفضيل بن عياد العياض في المسجد الحرام بأنها لعب مقارنة بجهاده وما يلاقيه من أهوال في ساحة القتال. كان ذلك في عز الدولة الإسلامية، في وقت لم يكن فيه الجهاد فرض عين على المسلمين. ويعكس هذا الوصف وعي سلف الأمة بتفاوت الأعمال بالأولى منها فالأولى. يدخل هذا الوعي تحت ما يسميه العلماء فقه الأولويات، الذي أشار إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما استنكر على الرجل الكوفي يستفتيه في دم البعوضة قائلا له: تقتلون الحسين بن بنت رسول الله وتسألون عن دم البعوضة؟ نسعى في هذه الحلقة من برنامج مقاصد إلى توضيح مفهوم فقه الأولويات وحاله عند سلف الأمة، ثم بيان كيفية ترتيب الأولويات والأسس التي ينبني عليها هذا الترتيب، ومن ثم من الذي يحدد الأولى من الأعمال، قبل أن نصل إلى الحديث عن حال الأمة المسلمة اليوم أفرادا وجماعات، علماء وعامة، مع فقه الأولويات. أهلا بكم. هذا الموضوع نلقيه بين يدي الدكتور خالد الباردة، أستاذ الفقه المقارن. أهلا ومرحبا بكم دكتور خالد. حياكم الله يا دكتور، حفظكم الله وبارك الله فيكم، ونشكركم على هذه الاستضافة المباركة. حياكم الله دكتور. هذا الموضوع فقه الأولويات وموضوع الساعة اليوم، يعني ربما يعني يكتسب الأهمية الحديث عنه بسبب ما تشهده الأمة من 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 خلافات في تحديد الأولى فالأولى. ربما هذا سنتحدث عنه في وقت متقدم من الحلقة، لكن الآن لابد من أن نعرف منكم، يعني الآن بداية، مفهوم فقه الأولويات وظروف وملابسات نشوء هذا المصطلح وما له من دلالات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. المقصود بهذا الفقه فقه الأولويات، وضع كل عمل في مرتبته التي وضعه فيها الشرع، فلا نقدم ما حقه التأخير، ولا نؤخر ما حقه التقديم، ولا نكبر الصغير، ولا نصغر الكبير. فيسمى فقه الأولويات قديما في الكتب الفقهية فقه مراتب الأعمال. مثلا قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلا يمكن أن نجعل الشعبة الأولى الشعبة العاشرة، ولا يمكن أن نجعل الشعبة الأخيرة الشعبة الأولى. الترتيب هنا وهكذا. توقيفي. الترتيب توقيفي. نعم. الترتيب توقيفي. نعم. الترتيب توقيفي، لكن يعود على كما سنتكلم في فقه الأولويات. ولذلك لا يمكن أن نجعل الواجب المندوب واجبا أو المكروه محرما، ولا العكس. فلا بد أن نضع كل عمل في موضعه التي وضعه فيها الشرع. أما عندما قلت فما نشأت هذا العلم، هذا العلم المبارك هو منهج الأنبياء. ولذلك القرآن الكريم عندما تكلم عن إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام ابتلي اختبر بذبح ولده، وكان مخير بين أمري، أيهما يختار، أيهما الأولى؟ إما أن يطيع ربه ويذبح ولده، أو أن يعصي ربه ويترك ولده، خيارين عظيمين، أيهما أولى؟ ولذلك روي في الأثر أن الشيطان عليه لعنة الله اعترض هاجر، فقال: يا هاجر، أين يذهب اليوم إبراهيم مع إسماعيل؟ قالت: يذهب كعادته يغدو ويروح معه. قال: لا، اليوم سيذهب إبراهيم إسماعيل مع إبراهيم ليذبحه. فقالت: ولماذا يذبح إبراهيم إسماعيل؟ أبوه، لا يمكن، هذا كلام سخيف. قال: يزعم أن الله أمره بذلك. انظر الآن فقه الأولويات. قالت: إن كان الله قد أمره بذلك فلأعينن إبراهيم على ذبح إسماعيل. ثم جاء إلى إسماعيل: يا إسماعيل، أين تذهب اليوم؟ قال: أذهب مع والدي كعادتي. قال: لا، اليوم ولدك سيذبحك. يذبحني؟ هذا كلام غير منطقي،
لماذا يذبحني؟ قال يزعم أن الله قد أمره بذلك. فقال انظر فقه الأولويات عند إسماعيل عليه السلام، قال إن كان الله قد أمر أبي بذبحي فلأعينن أبي على ذبحي. الله أكبر. دكتور هذا كلام، يعني هذه الاستشهاد هذا مهم جدا، لكن أريد أن أفهم أين يتجسد فقه الأولوية هنا. هنا أفهم منه أنه طاعة وامتثال لأمر الله وتسليم بلا جدال ولا تفكير ولا نقاش. أين يتجلى فقه الأولوية في هذه الحالة؟ يتجلى هنا بين حفظ النفس، بين أيهما أقدم، أمر ربي أم نفسي أم ولدي. وذلك عندما قال سبحانه وتعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فقه الأولويات، لأن المقصود بفقه الأولويات هو الموازنات بين المصالح والمفاسد، والمصالح والمقصود بالمصلحة كما عرف الإمام الغزالي جلب منفعة أو دفع مضرة، والمقصود بالمصالح عموما الضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والماء. فهنا تعارض أمام إبراهيم عليه السلام، ماذا يقدم؟ المصلحة الكبرى هي طاعة الله هنا. نعم، المصلحة الكبرى حفظ الدين، فهل يقدم حفظ النفس وحفظ الولد على حفظ الدين أم لا؟ ولذلك جاء واعترض إبراهيم، فكان إبراهيم عليه السلام يأخذ الحصى ويرمي الشيطان في جمرة العقبة، ثم بدأ يذبح ولده ويقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا المفهوم أكده النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما اتفق الطرفان على الصلح، وجاء سهيل ابن عمرو ليكتب الصلح، وقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه اكتب، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل ما الرحمن ما نعرفها، فقال ما نعرف إلا باسمك اللهم، فقال علي رضي الله عنه لا أمحها، فقال عليه الصلاة والسلام بل أمحها يا علي، ثم قال اكتب هذا ما تقضى عليه محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو، قال لو صدقناك ما صادناك عن البيت، فقال أمحها صلى الله عليه وسلم. وهذا منه فقه الأولويات. بل الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات في يوم الاثنين لم يتم دفنه إلا يوم الأربعاء بعد أن تم تعيين الخليفة، وهذا من فقه الأولويات عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب فقه الأولويات دكتور خالد، هل هو علم مستقل بذاته أم فرع من علم الفقه، أم أنها مسألة تخضع للنظر، نظر الإنسان هو الذي يحدد، ليست علما ولا حتى فرعا من علم الفقه؟ فقه الأولويات هو علم من علوم الفقه، ولذا كان يسمى في الفقه مراتب الأعمال. فقه؟ نعم، فقه مراتب الأعمال. يعني علم مستقل بذاته؟ ليس مستقل بذاته، بل علم من علوم الفقه. لكن كعلم المقاصد، علم المقاصد مرتبط بعلم الفقه، إلا أنه جاءت فترة من الزمن بدأ يستقل هذا العلم وتفرد له مصنفات مستقلة كعلم المقاصد، عندما بدأ الإمام الشاطبي رحمه الله ثم بدأ غيره في كتابه الموافقات. نعم، في إفراد هذا العلم بكتاب مستقل. ما الحاجة إلى فقه الأولويات؟ يعني ما الذي يستدعي الاهتمام بهذا الفقه بشكل عام في المطلق؟ أستاذنا الكريم، أولا مكانة هذا العلم في الشريعة الإسلامية. الله تعالى يستنكر على من لم يفهم هذا العلم، فقال سبحانه وتعالى مستفهما استفهاما إنكاريا، قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا يدل على أن على مكانة هذا العلم في الشريعة الإسلامية. أذكر لك مثال، عندما قال سبحانه وتعالى للمضطر فمن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نقل ابن كثير عن مسروق عن ابن عباس رضي الله عنه قال من اضطر لأكل الميتة ولم يأكل فمات دخل النار. انظر، دخل النار، لماذا؟ لأن الشرع أوجب عليه الحفاظ على النفس على
التعدي على المحظور، ولذا قال سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. عندما كما روى يعني يصبح هنا أكل الميتة يصبح طاعة، نعم يصبح بل واجبا بل واجبا. ولذلك في القاعدة الفقهية المحظورات الضرورات تبيح المحظورات. عندما خرج الصحابة رضي الله عنهم في سفر فكان منهم رجل شج رأسه فأصابته جنابة، فسأل قومه أراد أن يصلي الفجر، قالوا لا نجد لك إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. هل سألوا؟ انظر، نعم انظر إلى هذا الدعاء. بل في الحديث عندما جاء الصحابة رضي الله عنهم، عندما جاء رجل وقال يا رسول الله جئتك مهاجرا وأريد جهاد، فقال ألك والدا؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما قال كلمة الكفر، عندما قال كلمة الكفر وجاء وهو حزين يا رسول الله هلكت ما هلكك؟ قال آذوني حتى نلت منك. قال كيف وجدت قلبك؟ نعم. قال وجدته مطمئن. قال إن عادوا فعد ثانيا. يعني حقيقة دكتور يعني سبقت إلى الحديث في هذا الموضوع، كنت أنا يعني أجهز سؤالا لك عن موضوع يعني حال سلف الأمة مع فقه الأولويات، فهمهم له وتطبيقاتهم له، وإذا ما كان يؤثر ذلك عن النبي شيء من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بعده الخلفاء الراشدين المهديين، بعده الخلفاء الأربعة والحسن وعمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع. كنت أبد أن أضيف إلى أهمية فقه الأولويات. إذا اختل أو إذا غاب هذا العلم اختل ميزان الحياة بالنسبة للفرد والمجتمع والدولة. أولا للفرد، أذكر لك مثالا وهو جواب على سؤالك. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبا الدرداء رضي الله عنه، فزار سلمان أبا الدرداء فوجد امرأته متبذلة، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك لا حاجة له فينا. فجلس عند أبا الدرداء فجاء أبا الدرداء وقدم له طعاما، قال كل، قال إني صائم، قال لن آكل حتى تأكل، فأكل. ثم جاء وقت النوم فقال نم، فقال أصلي، قال نم فنام. ثم قام بعد وقت فقال نم، حتى جاء وقت آخر الليل فقال قم فصليا جميعا. ثم قال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا، انظر فقه الأولويات الموازنات، قال إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلمة مشهورة صدق سلمان، وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام بفعل سلمان رضي الله عنه. نعم، هذا يعني في هذا السياق يعني النبي ما أثر عنه وعن الخلفاء الراشدين من بعده، نعم، كيف تعاملوا مع هذه القضية؟ لأنها ناحية تأصيلية مهمة لما سينبني عليه من حوار بعد ذلك. انظر أخي الحبيب، عندما قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن هذا المفهوم ويحذر من الحفظ دون الفهم، قال صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن الخوارج، قال يخرج فيكم أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، قال يقرؤون القرآن لا يخرج من حناجرهم، وفي رواية يقولون من خير يقولون من كلام خير البرية، لكن النتيجة قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء من يقرؤون القرآن من يقولون من خير البرية، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لماذا؟ قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، لا يوجد عندهم فهم لهذه الأحكام أو لهذا العلم مراتب الأعمال، ولذلك النتيجة قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان والعياذ بالله تعالى. نعم، نريد أن نسأل عن من الذي يحدد الأولويات، لكن ليس أن قبل أن نذهب إلى فاصل أخير، فاصل قصير معذرة ومن ثم لنا عودة.
مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن فقه الأولويات ومعايير اختيار الأولوية في حياة المسلمين. دكتور خالد، قبل الفاصل يعني سألتك عن موضوع من الذي يحدد الأولوية، من الذي يختاره؟ هل هو في حال وجود الدولة المسلمة مثلا، هل هو السلطان، هم هم الفقهاء والعلماء، هم هم يعني رجال الجيش، أم من الذي، أم كل فرد يرى الأولوية من زاويته الخاصة؟ سيدنا الكريم، الشريعة تقوم على المصالح والحكم. لذا قال ابن القيم رحمه الله: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ورعاية مصالح العباد في المعاش والمعاد. والشريعة رحمة كلها وعدل كلها وحكمة كلها ومصلحة كلها، فما خرج من الرحمة إلى ضدها، ومن الحكمة إلى العبث، ومن العدل إلى الظلم، ومن المصلحة إلى المفسدة. فليس من الشريعة في شيء وإن أدخلت بالتأويل. لكن يجب أن يحرر المصلحة، وأن تحرر المصلحة. نعم نعم، من يحرر هذه المصلحة؟ من يحرر هذه المصلحة؟ مصالح الآخرة لا تعرف إلا بالنقل، إلا بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نعم. أما مصالح الدنيا فتعرف بالنقل، وكذلك تعرف بالتجارب والإخبارات والعادات. ولذلك عندما تكلم العلماء في فقه الأولويات وفي فقه المقاصد، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله وهو يتكلم عن كتابه الموافقات، قال: ولا يسمح للناظر في هذا الكتاب، تأمل ما يجمل هذا الكلام، ولا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها معقولها ومنقولها غير مقلد ولا متعصب. الله سبحانه وتعالى قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر هنا هم منهم من قال العلماء، منهم من قال الأمراء، لكن في هذه الآية المقصود بها العلماء المتخصصين أهل الاجتهاد. قال تعالى: ولو ردته إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلماء عندما ينظرون إلى المسألة هم الذين يحددون المصالح والمفاسد. ولذلك الأصل في السلطان أن يستشير، أليس كذلك؟ أن يستشير أهل الحل والعقد. ولذلك إذا كان هذا المنهج ومنهج صاحب الوحي عليه الصلاة والسلام، فكان في كل مسألة من مسائله يستشير في الغزوات، غزوة بدر، أحد، الأحزاب، في كل حياته. لكن النبي يستشير عن علم، يعني كان يستشير عن علم، أما السلطان فربما لا يكون عالما في المسألة فيستشير عن حاجة لهذا العلم. إذا كان عليه الصلاة والسلام علمنا الاستشارة وهو المنزل عليه الوحي، فمن باب أولى السلطان. نعم نعم. أليس كذلك؟ ولذلك عندما في صلح الحديبية، عندما أمر عليه الصلاة والسلام الناس أن يحلقوا، فما حلق أحد منهم، فدخل إلى بيته وهو غضبان، فاستشار أم سلمة وأشارت عليه أن يبدأ بالحلق، وكان نعم الرأي منها، وقام بالحلق ثم حلق الناس. فالاستشارة من السلطان لأهل الحل والعقد. ومع ذلك باب السياسة الشرعية فيها أصل من الأصول التي وهو فقه الأولويات. ولذلك القاعدة الفقهية المشهورة في باب السياسة الشرعية: تصرف الراعي منوط بالمصلحة. نعم، المصلحة الشرعية طبعا. نعم، بالمصلحة الشرعية التي يتداولها مع أهل الحل والعقد.
وشاورهم في الأمر. في سياق هذه المصلحة يعني قدتنا سريعا إلى الحديث عن معايير اختيار أو معايير اختيار الأولى في حياة المسلمين. ما هي هذه المعايير التي على أساسها ينبنى ويحدد أن هذا أولى من هذا وذاك أولى من هذا وهكذا؟ أولا أستاذنا الحبيب لابد أن نميز بين مراتب المصالح والمفاسد. نعم. وأن نعرف الأصلح من المصلحتين والأفسد من المفسدتين. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وقال العز بن عبد السلام قال: العاقل من يعرف أصلح المصلحتين وأفسد المفسدتين. ولذلك المصالح في الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما قررها علماء الأصول: الضروريات وهي ما لا يمكن العيش بغيرها، والحاجيات ما يمكن العيش بغيرها لكن مع الوقوع في مشقة وحرج، والتحسينيات وهي ما تزين الحياة وما تسمى بالكماليات ويمكن الاستغناء عنها. ويمكن الاستغناء عنها. هذه ثلاث تسمى مصالح لكن ليست في مرتبة واحدة. وكذلك مصلحة الضروريات الدين والنفس والعقل والمال والعرض ليست في مرتبة واحدة. فالفقيه هو الذي يستطيع أن يوازن بين المصالح بعضها بعض، فيقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى، يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، يقدم المصلحة الحقيقية على المصلحة المتوهمة، يقدم المصلحة الدائمة على المصلحة العارضة. وفي المقابل الموازنة بين المفاسد، فالمفاسد منها ما يعطل الضروريات، ومنها ما يعطل الحاجيات، ومنها ما يعطل التحسينيات. فالفقيه، ولذلك من القاعدة الفقهية المشهورة: لا ضر ولا ضرار، يكملها الضرر يزال قدر الإمكان، يرتكب أخف الضررين، يختار أهون الشرين، إلى آخر القواعد الفقهية. بمعنى بالأمثلة دكتور، يعني حتى لا ندخل في حديث مجرد ربما يكون يعني أقرب إلى الحديث الأكاديمي منه إلى الواقع، لو ضربنا الأمثلة في قضية معايير اختيار، ضربنا حادثة معينة، هلأ مثلا في حادثة صلح الحديبية لم يتمكن الصحابة من رؤية المصلحة البعيدة من وراء هذا الصلح فغضبوا وتضايقوا إلى آخره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي يعني كان يتصرف. لكن بخلاف هذه القضية، كيف المعايير التي تنبني عليها بالأمثلة هذه؟ أولا تقديم الفريضة على السنة. نعم. على سبيل المثال فلان يقوم الليل ويتهجد ويقصر في صلاة الفجر، هذا لا يعرف فقه الأولويات، بل يقوم الليل ويذهب إلى عمله مرهقا فيقصر في عمله، مع أن إتقان العمل واجب. إتقان العمل، إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، فإذا ذهب إلى عمله وهو مرهق من قيام الليل فهذا قد آثر السنة وترك الفريضة. ولذا في الحديث: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لأن الصوم نافلة، صوم النافلة، وجلوسها مع زوجها فريضة، أليس كذلك؟ من الأمثلة كذلك، الأمثلة لا حصر لها في فقه الأولويات. أريد أن أسألك عن مثال دكتور، دعني هنا أتقمص دور المشاهد الكريم، وربما يسأل سائل: هناك تنتشر ظاهرة تعدد الزوجات الآن بين الرجال، ممن يتزوج فيتزوج الثانية والثالثة والرابعة، ثمة من الشباب من يشنع على هذه القضية ويقول يعني قبل أن تفعل هذا يجب أن توفروا الأموال للشباب العزاب حتى يتزوجوا، وبعد ذلك إذا فاض من النساء يمكنكم أن تفعلوا هذا، هل هذا يدخل في فقه الأولويات دكتور مثلا؟ هذه قضايا مطروحة في الساحة الآن. نعم. في الساحة الإسلامية لا نتكلم عن الأولويات إلا في حالة واحدة وهي حالة التزاحم والتعارض، وإلا فالأصل تحصير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ففي هذا الحال لا مانع، لا يوجد تعارض أصلا، لا مانع أن يتزوج الرجل بالأولى والثانية والثالثة، ولا مانع أن يعي العازب، لا مانع من ذلك، ولا يوجد أي تعارض، لا يوجد أي تعارض في هذه المسألة. لا نتكلم عن التعارض هنا دكتور، لكن ترى مثلا، أنا أقصد أنه حال المسلمين الآن، ترى الرجل مثلا لديه أموال فيتزوج واحدة واثنتين وثلاثة ويظن عن الشباب الأولى، يستطيع أن يجهز شابا عازبا كي يتزوج ومع ذلك لا يفعل، هل هذا يخالف فقه الأولويات؟ لا يخفى عليك أنه عندما يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة أنه يقضي حاجة الثانية والثالثة والرابعة فكما أنه يقضي حاجتها. ماذا عن الحج الذي يحج كل عام مرة ويترك من هو بحاجة للحج فلا يساعده ولا يعينه في ذلك؟ هذا في الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من فقه الأولويات تقديم الأفعال المتعدية على الأفعال القاصرة.
أنا الآن أريد أن أقرأ قرآن، إلا أني أعلم أن هناك أخ لي محتاج. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو معتكف في العشر الأواخر من رمضان، فرآه حزين، ما لك؟ قال علي يدي، فأخذ به ابن عباس رضي الله عنه وذهب به وخرج من المسجد. قال يا ابن عباس أنت معتكف؟ قال إني سمعت صاحب هذا القبر يقول من خرج في حاجة أخيه أو لئن أخرج في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. والحديث المعروف أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. فالإسلام لا ينظر إلى الأعمال، ينظر إلى الأعمال المتعدية أكثر من الأعمال القاصرة. بل الإنسان إذا بدأ في الإكثار من النوافل ونسي الفرائض فهذا من جهله بفقه الأولويات. فكما قلنا من الأمثلة أولا تقديم الفرائض على النوافل، فإطعام الجائع فريضة أليس كذلك، والحج مرة ثانية وثالثة نافلة، كذلك تقديم فرض العين على فرض الكفاية، خاصة في الأمور الاجتماعية. في الأمور الاجتماعية على سبيل المثال الجهاد، إذا كان فرض كفاية وأنا معي والدي ووالدتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيهما فجاهد، أضحكهما كما أبكيتهما. عندما تكلم في قصة جريج مع أمه، جاءت أم جريج تدعو ولدها، يا جريج، وهو في صلاته مشغول بصلاته فلم يجبها. جاءت اليوم الثاني وهي نافلة، إجابة الأم واجبة والصلاة النافلة نافلة. فاليوم الثاني، اليوم الثالث وهو يقول ربي صلاتي أو أمي، فقالت اللهم لا تمت حتى يرى وجوه الممسات، واستجاب الله دعوتها لأنه أخطأ ولم يعرف فقه الأولويات. هذا يقود إلى سؤال ربما يحتاج إلى مزيدا من التحليل دكتور، هل يمكن أن يقع المرء في المعصية إذا ما أتى طاعة غير خاضعة لمنطق فقه الأولويات؟ على سبيل المثال أبقى في مسألة الحج، يذهب كل عام ليحج وهو يعلم أن جاره مثلا جائع، جاره ليس معه مال فيمتنع عن إعطائه ثم عن إعطاء جيرانه، وهذه الأموال يجمعها لكي يحج بها كل عام، يعني مثل قد يحصل في واقعنا اليوم. نعم. هل هذا الطاعة التي يقوم بها يمكن أن تنقلب إلى إثم لأن استعمل المال في غير مصرفه؟ يعني هذا يحتاج إلى فقه حقيقي. نعم. عندما قال انظر يا أخي في الحقيقة، يعني عندما ننظر إليها من زاوية قد نقول أنه آثم وأنه عاصي، لكن عندما ننظر إليها من زاوية أخرى قد نعذره بجهله، مع أنه خطأ لا خلاف أنه خطأ وأنه قد تم النافلة على الفريضة لا خلاف في ذلك، لكن قضية التأثيم أن هذا عاصي وأن هذا كذا، دع هذا الأمر للخالق سبحانه وتعالى. نعم، لكن نقول له لا يجوز ذلك، والأصل أن تقدم الفريضة وهي إطعام هذا الجائع على النافلة. نعم. هل تختلف الأولويات باختلاف الزمان والمكان، أم أن ثمة قضايا ومسائل الاهتمام بها وتقديمها على غيرها ثابت لا يخضع لهذه المعطيات الزمان والمكان؟ عندما تقرأ كل حديث أو كل آية تتكلم عن فقه الأولويات تراها أنها مقترنة بزمان أو مكان أو ظرف. كيف ذاك؟ على سبيل المثال عندما قال سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قيدت بالضرورة أليس كذلك؟ قيد أكل الميتة بالضرورة. عندما قال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يقدم الأكل والشرب حفاظا على الجسد لكن لوجود ظرف معين وليست على الإطلاق، لأن جاء فقه الأولويات انطلاقا من القاعدة المعروفة الحرج مرفوع، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. نعم. في طبعا تاريخ الأمة طويل، يعني في زمن الاستضعاف، في زمن الفتن، في زمن التراجع انحسار المسلمين، كيف يبنى سلم الأولويات؟ كيف تحدد الأولويات في هذه الحالة؟ أستاذ الكريم تستحضرني في هذا الوقت
الآية الكريمة التي يقول فيها سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. في مرحلة الاستضعاف فيما نحن فيه نتكلم عن شيئين: إقامة الدين وجمع الكلمة وتوحيد الصف. والمقصود بإقامة الدين كما قال سبحانه وتعالى: والذي أوحينا إليك، أن يأخذ المسلم بجميع ما أوحى الله إليه إلى نبيه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا شرائع الإسلام جملة. ولذلك من العبث أن يقسم الناس الدين إلى قسمين: أحكام ومبادئ. فالمبادئ العدل والمساواة ويقبلونها دون جزئياتها، ويتركون الأحكام كونها غير صالحة للزمان والمكان، وهذه بدعة يهودية. قال الله تعالى فيها: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافر عما تعملون. وكذلك قال سبحانه وتعالى مبينا البدعة النصرانية، وهي حصر الإسلام وحصر الدين في المسجد وفي شعائر فقط، وهذه بدعة نصرانية. قال فيها تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالإسلام دين ودولة، الإسلام لا يمكن أن يختزل في الحدود فقط، لا، هذا غير صحيح، بل كما قال سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة، على شريعة من الأمر فاتبعها. والشريعة كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ما تفضلت به على أهميته دكتور خالد هو في كل زمان ومكان، وإنما نريد التخصيص في قضية الاستضعاف حينما يكون المسلمون مستضعفين، فما الذي ينبغي أن يركز عليه المسلمون دخولا في فقه الأولويات؟ دعني أكمل. تفضل. ظننتك انتهيت لذلك. يعني ما زلنا في النقطة الأولى: أقيموا الدين. فإقامة الدين أول شيء، ولا يمكن للإنسان، إذا أقام المسلم دينه في نفسه والمجتمع والدولة أقام الدين. نعم. الشيء الثاني قال سبحانه وتعالى: ولا تتفرقوا فيه. واجب الوقت اليوم جمع الكلمة، توحيد الصف، لم الشم، وهذان المفهومان أكدهم القرآن بقوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ونحن في مرحلة الاستضعاف. أولا، ما هو سبب هذا الاستضعاف؟ أليس سبب الاستضعاف هو تقصيرنا في ديننا، افتراقنا فيما بيننا؟ أليس كذلك؟ إذن نعود إلى الأسباب حتى نعرف ما هو العلاج. فالعلاج إذن طاعة الله ورسوله، وكذلك جمع الكلمة وتوحيد الصف. ولا يمكن أن تجتمع الكلمة وأن يوحد الصف إلا حول الحبل المتين والشرع القويم الذي قال فيه سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حتى نحرر هذه المسألة مزيد من تحريرها والغوص فيها دكتور خالد، في زمن غياب السلطان الإسلامي مثلا، كيف ينبغي للمسلم أن يتعامل مع هذه القضية في زمن الاستضعاف؟ ما الفقه الذي يجب أن يحمله؟ ما الفهم الذي يجب أن يحمله إزاء مقاربته أو رؤيته لحال الأمة العام؟ يعني انظر أخي الحبيب، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: في لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا ما تاها. وفي الآية الثالثة: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال بعدها: ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. لأن أحيانا الإنسان قد يكذب على نفسه فيقول: هذا وسعي. المؤمن دائما مبادر. عندما قال سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وعندما قال عن الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وعندما قال عن النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. المؤمن دائما إيجابي، يسعى لحل المشكلة ولبذل المستطاع قدر ما عليه. والله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. في ضوء من هذه الإيجابية، لو ضربنا مثلا في الأسر، يعني
في زمن الاستضعاف، ضعف المسلمين في زمن الحروب والفتن وتفرق المسلمين، كيف ينبغي مثلا للأسرة أن تربي أبنائها؟ نلاحظ أن مثلا كل الأسر المسلمة تريد من أبنائها أن يكونوا أطباء وأن يكونوا مهندسين حتى يكون وضعهم الاجتماعي جيدا، حتى يكون وضعهم المالي جيدا، في ضوء فقه الأولويات وحاجات الأمة والعمل على سد الثغرات في الجدار الإسلامي، كيف ينبغي لولي الأمر أن يتصرف إزاء أولاده؟ كيف يربيهم؟ كيف يعلمهم؟ يعني أي ثغرة يجب أن يملأها بأولاده في الجدار الإسلامي من فقه الأولويات؟ قبل أن أتكلم عن هذا أكمل ما قلت لي. الإمام السرخسي في مرحلة الاستضعاف ابتلي فعاقبه السلطان فحبسه في بئر. الأصل أن يقول أنا محبوس في بئر، لم يبق لي إلا أن أدعو الله وأنتظر الموت، أليس كذلك؟ لكنه ما قال ذلك، بل كان يأتي طلابه حول البئر وكتب المبسوط أفضل كتب الفقه في المذهب الحنفي، ما يقارب من 16 مجلدا المبسوط الإمام السرخسي شرح فيه ظاهر الرواية. فالإنسان لا يقعد أبدا، كما جاء في الحديث إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. أما بالنسبة للوالد مع أولاده فمجال التربية واسع، مجال التربية واسع، ويبدأ بالأهم ثم المهم، يبدأ بالإيمانيات، يربيه على الأخلاق الواسعة، يحافظ عليه من الذوبان في الثقافات الأخرى التي تمخر من هويته الإسلامية. وفي الحديث عندما قال صلى الله عليه وسلم وهو يعظ الوالد أو يضع مكانة للوالد الذي يربي ولده، وهو لقمان الحكيم عندما قال ولده وهو يبدأ بالعقيدة: يا بني إن إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. ثم ينتقل إلى باب العبادة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم ينتقل إلى باب الأخلاق: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك. وهكذا الأب يمتثل، ينظر ما هي الثغرات التي يمكن التي يراها في ولده حتى يأتي يوم القيامة وهو مع ولده في الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. طيب الأولويات قد تبدو عند الأفراد وعند الجماعات نسبية، يعني مثلا ما هو مقدم ومهم عند زيد قد لا يكون كذلك عند عمرو، وكذلك الحال عند الجماعات المسلمة بشكل عام. كيف يمكن التوفيق والموازنة في ضوء من الأولويات في هذه الحالة؟ أستاذنا الكريم، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الناس على وجهة نظر واحدة لكان القرآن الكريم كله آيات محكمات ليس فيه متشابهات، ولكانت النصوص كلها قطعيات، لكن شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى غير ذلك. فلا يمكن أن نجمع الناس على وجهة نظر واحدة، ومع ذلك لا يجوز ولا يمكن أن يختزل الإسلام في رأي شخص أو جماعة أو مذهب أو طائفة، لأننا بهذا التصرف سنحول الإسلام من دين عالمي إلى فكر طائفي أو مذهبي يخص أسرة معينة أو جماعة معينة أو حزب معين، والعياذ بالله تعالى. والله تعالى يقول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولذلك وأنا أتكلم عن الجماعة الإسلامية، أخي الحبيب، الجماعة الإسلامية أمثلها اليوم بمستشفى واسع فيه قسم القلب، قسم العظام، قسم الكبد، قسم. لا يمكن لمريض القلب أن يأتي فيدخل إلى طبيب العظام كونه قريبا له، ولا يمكن لمندوب الاستعلامات أن يأخذ بمريض العظام فيأخذ به إلى طبيب العين لكونه من جماعته أو من كذا ومن كذا، لا يمكن ذلك. بل الأصل الحياة تكاملية، هذا يربي، هذا يعلم، هذا يدعو، هذا يزكي، هذا يحكم. فإذا اجتمع الناس، ولذلك واجب الوقت اليوم توحيد الجهود لتصب في نهر واحد. واجب الوقت اليوم أن تتسع الصدور
بنفس طيب للجميع، للجميع، حتى نتكامل ونتعاون فيما بيننا ونخدم هذا الدين إذا صحت نوايانا وكنا صادقين في خدمة هذا الدين، وإلا فلسنا صادقين، أليس كذلك؟ عندما نقول خدمة الدين، إذا لا، عندما تنظر إلى الآخر وهو يخدم الدين من وجهة نظره فلا يجوز لك شرعا أن تكون عائقا أمامه، بل يجب عليك شرعا أن تأخذ بيده وتعينه. فالأصل تكميل الجهود لا تعطيل الجهود، والأصل تأليف القلوب لا تجريح القلوب. كم يتغنى اليوم كثير من الناس أنا أخدم الدين، لكن عندما أنظر إلى آخر من جماعة أخرى يخدم الدين أكون عائقا أمامه لأنه ليس من جماعتي. هل هذا من خدمة الدين؟ لا، بل أنت ممن يصد عن سبيل الله والعياذ بالله تعالى. قبل أن أذهب إلى الفاصل، سؤالي الأخير في هذه الحلقة، وأيضا أنا أتقمص دور المشاهد مرة أخرى، إذا ما فهمت أن فقه الأولويات بين الأفراد وبين الجماعات المسلمة، لا أقصد الجماعات الإسلامية، أقصد الجماعات المسلمة من تيارات وفرق إلى آخره، إذا ما كانت الأمراض منتشرة فيما بينهم وربما الضغائن وربما إعجاب كل ذي رأي برأيه، ألا يمكن أن أفهم كمسلم عادي أن واجب المرحلة الآن ومن فقه الأولويات الأولى الآن هو أن يتعلم المسلمون التواضع ولين الجانب وقبول الاختلاف فيما بينهم؟ ألا يدخل هذا في جانب الأولويات؟ أستاذنا الكريم، ونحن نقرأ المنهج الإلهي الذي أراده الله لنبيه عليه السلام ليعلمنا فيه، قال سبحانه وتعالى فيه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يعمل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولذا جاءت التزكية قبل العلم، فلا يمكن أن يكون العالم عالما والداعية داعية وهو غير مزكى، بل التزكية التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في أطول قسم في القرآن: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخر أتلان، قال: ونفس ما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني من فقه المرحلة أفهم من كلامك، نعم، التزكية، الاشتغال بالتزكية. نعم، الاشتغال بالتزكية، بل لا يكون العالم عالما والداعية داعية إلا إذا كان صاحب تزكية. الله قال: يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإلا لكان كبلعام ابن باعورة الذي قال الله فيه: واتلو عليهم آيات معروفة. نعم، ولذا قال الله فيه: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه غير مزكى أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، مع أن الله وصفه بأنه عالم آتاه الله الآيات، لكن كان مجردا من التزكية. فمن فقه الأولويات أن يبدأ الإنسان بالتزكية قبل العلم، وأن يخالط هذا العلم بالتزكية حتى يكون كما مدح الله نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يقل على علم عظيم. نعم، لكن فريقا من المسلمين قد يفهم التزكية بأنها اعتكاف في المساجد وإقام حلق الذكر فقط دون الاشتغال بالشأن العام. قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ما هي التزكية، ولذلك السيرة النبوية هي مترجمة للقرآن الكريم. التزكية في ضوء السيرة النبوية. نعم. طيب، وقفة أخيرة ونعود بعدها لاستكمال هذه الحلقة. أهلا بكم دكتور خالد. في ضوء الحديث الذي تحدثنا عنه في الحلقة في الوقت الماضي من هذا الحلقة، كيف ترى وتقيم حال الأمة مع سلم الأولويات، سواء كانوا أفرادا علماء أو دعاة أو من عامة المسلمين جماعات دول،
إلى أي مدى هذا الفقه متحقق في واقعنا اليوم؟ في الحقيقة أخي الكريم أن كثير من الناس سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو دول أهملوا كثير من الفروض الكفائية، ومن أهمها التفوق في المجال العلمي والصناعي والعسكري. الفروض الكفائية المتعلقة بمجموع الأمة التي بها تكون الأمة مالكا لقرارها وسيادتها حقيقة لا دعوى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر بعد أن انتقل إلى المدينة بدأ يبني دولة، هذه الدولة التي قال فيها الحق سبحانه وتعالى في صفاتها: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن غياب كثير من الفروض الكفائية نراه اليوم، كذلك غياب من الفروض العينية، ومن أهمها أريد أن أتكلم عنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الفريضة المقدسة التي غابت اليوم عن كثير من الناس بمسمى الحرية الشخصية. الحرية الشخصية لا تغيب عن القانون لأن القانون مقدس، لكن تغيب عن الشريعة والعياذ بالله تعالى، مع أن هذه الفريضة قدمها الله عز وجل على الإيمان بالله واليوم الآخر في وصف المجتمع المسلم، كما قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. عفوا، قدمها على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، بل جعلها أول علامة لخيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وجعل غياب هذه الفريضة سببا للطرد من رحمة الله عز وجل والعياذ بالله تعالى، فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، إلى أن قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كذلك من الأشياء التي تحز في النفس وهي موجودة اليوم الخلاف أو الانشغال بالمختلف عليه وترك المتفق عليه، أليس كذلك؟ هذا ما نراه اليوم، ينشغل الناس بأشياء مختلف فيها وليست قطعيات، ويتركون المسائل والأمور المجمع عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن مع ذلك أخي الكريم لا نريد أن نبقى نحن شعارنا جلد الذات وكذا وكذا، بل المؤمن دائما كما ذكرنا سابقا إيجابي، يفكر ما هي الحلول. وأنا أعتقد أخي الكريم ونحن ننظر إلى بشائر النص وهي تلوح في الأفق بإذن الله سبحانه وتعالى، نسبة المسلمين اليوم تزداد كل يوم، بل كل الأنظمة الوضعية أفلست وأعلنت إفلاسها، أليس كذلك؟ وهذا الإسلام العظيم لأنه دين الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، دين العدل، دين المساواة، دين الحرية. نعم دكتور، يعني هو بقي القليل جدا من الوقت، أنا يعني هو ليس هناك في الحديث أبدا جلد للذات، وإنما هو بيان الحال ربما يقتضي الجواب والحل. يعني الكثير من المسلمين في كل سنة يتكرر نفس الأسئلة، مثلا في رمضان، هذا أكثر ما يتجلى في رمضان: مس القرآن، الخروج من البيت الخلاء، الاستفراغ هل يفسد الصيام أم لا. ثم بعد ذلك كثيرا من طلبة العلم يتناقشون في قضايا تفصيلية علمية في هذا الوقت، إلى أي مدى هذه يعني هناك فقه لطبيعة المرحلة بين المسلمين؟ كما ذكرنا أستاذنا الكريم الأصل أن الناس يفكرون في الفروض الكفائية التي هي متعلقة بمجموع الأمة في التفوق العلمي والعسكري والصناعي وغير ذلك. وكذلك أريد أن نتكلم الآن في آخر دقيقة حول كيف نحسن عرض هذا الدين للناس، كيف نحسن عرض هذا الدين للناس، وكيف نزيل الشوائب التي يقوم بها الأعداء ضد هذا الدين، كما قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولذلك في الأخير أختم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخلها الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر وأهله.
عزك الله وشكر الله لك جزيلا دكتور خالد. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم دكتور خالد عبد الله الباردة أستاذ الفقه المقارن، شكرا لكم، شكرا جزيلا، في حراسة الله تعالى وتوفيقه، السلام عليكم.